سلام، ان شاء الله تكونوا واعرين وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في قناتكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم غوسيط تاع لي كوفر، يجوا بزاف شابين وبنان. بالنسبه للمقادير تاع لاباط، نسحقوا فيها 250 غرام تاع فارينه، وحده لا ليفي الوزن 10 غرام، 125 غرام مارغارين كونطريه، 3 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرف صغيرة فاني، وقرصة ملح، و 250 مليلتر تاع حليب يكون دافي ما يكونش بارد. دوكا غادي نبدا نخدم في لاباط باش نخليها تريح. ندير فرينة هي الاولى، نغلبلوها. قلت لكم عندي 250، نزيد معها وحده لا ليفير وزن 10 غرام، قربلوها تاني هي. نديرو السكر، قلت لكم عندي زوج مغارف كبار مع مغرف صغير فاني وقرصة ملح. نخلط هذا كلشي مع بعض، ومن بعد نزيد البيض والحليب. عندي 3 حبات بيض، نزيد لها شويه من هذاك الحليب. قلت لكم عندي ربع اطر حليب، ندير شويه منه ونخلط. حتى يتجانسوا هذوك المقادير، نزيد نكمل الحليب. نخلط. بعد ما خلطت كل شيء مع بعض، دوكا غادي نزيد المارغرين. قلت لكم عندي 125 غرام، لازم تكون طريه ما تكونش يابسه. انا كانت عندي في الفريجيدير، جبت هذا في الميكرووند شويه باش تتفك. خلطوها مليح، نفرخ على هذاك الخليط. نزيد نخلطها مليح. شوفوا القوام تاع لاباط كي يجي، شويه ثقيل على لي كريب، تاع خفيف. دوكا غادي نخليه يرتاح باش شويه يتقال هذاك الخليط. تخلو ساعه ساعتين هكا، ساعه ونص الوقت اللي بغيتو. نغطيها بابي فيل، نخليها تريح. نعاود نوليكم نطيبوا لي كوفر تاعنا مع بعض. بعد ما فاتت
ساعة ونص. جينا على الفوست مليح، شوفوا كي ولا قوام مسيحة تقيل مش كيما قبيل. درت لاباري تاع لي كوفر تاعهم راح نعمل دركا. هاي الكوفر تاعي راه مات، دركا ندير لها شويه زيت ولا زبده اللي تبغوا. ندير من الجهه الزوجه تاني، ونبدا نطيب فيه. نرفد من هذاك العجين ونحط هنايا، تغطوها هذيا هاكا. ونبلع عليها ونخليها تطيب. دوكا غادي نقلب الحبات، انا الكوفري تاعي شويه ما طيبش من الفوق، لازم نقلبهم باش طيبو من الجهه الاخرى. نعاود نبلع عليها نخليهم يطيبو حتى يدو اللون ذهبي. هما لي كوفر طابو، غادي نقلع الحبات بيدي. شوفوا دوكا مطريين بصح من بعد غادي يبسو، ما يقعدوش هكا يجو مقرمشين. نكمل بنفس الطريقه نطيب كاع الحبات اللي عندي ونعاود نوليكم نديرو الديكور مع بعض. شوفوا لي كوفخ بعد ما طيبتهم جايين مقرمشين ماهمش طريين. دوكا غادي ندير الديكور، الديكور على حساب ما تبغوا نتوما. انا عندي شويه شوكولا اطارتيني درتها في الميكرووند مطقت شويه، درتها في البوش تاع البلاستيك، سكر غلاسي وبانان وفريز. نبداو في الديكور دوكا. Thank you.
لي كوف خويا جديد، شوفوا كي جاو، جو بزاف شابين ولاباتيهم ناجحه 100%. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تجربوها، ما تنسوش تدعموني بجيم وكومونتير، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.